يعني أخ حميد، أفهم من كلامك التعهد اللي كتبته باطل؟ أنت تنازلت عن الوصاية في المحكمة؟ لا أي الورقة اللي أنت موقعها مضمونها يقول أنك متنازل عن الوصاية؟ لا، مو صحيح هالحكي هذا. طيب شنو مضمون الورقة اللي أنت وقعت عليها؟ بالضبط بالضبط، يعني كل اذكر اني انا كتبت اني انا ما تعرض الهيئة. طيب عندك نسخة منها؟ لا طيب الورقة هذه أو التعهد عند من وقعتها؟ عند محاميك ولا عند من بالضبط؟ لا لا لا، رحنا محامي ولا شيء، سكرتير عبد الرحمن هو اللي كتب التعهد، بس ما في أي نوع من التنازل. قانونيا أنت لك حق الوصاية عليها ليه ما تكمل 21 سنة السن القانوني، أو أنك تروح المحكمة وتتنازل عن الوصاية حق عبد الرحمن. لا هاي هبة، أنا تنازل عبد الرحمن؟ هذا بنت أخوي، هذه العزيزة، هذه الغالية، أتنازل عنها؟ كذي أمورك خالصة وتمام، بس كل اللي أحتاجه منك إنك تجيب لي الورقة اللي أنت وقعت عليها، هذا أفضل لك. إيه إن شاء الله. هلا هلا بالغالية، يا رات بشارة. هلا هلا يا نظر عيني، بشر. توني طالع من مكتب حمد المحامي. كنت عندي، كنت ابي استشارة منه خصوص الورقة اللي عند عبد الرحمن. ايه هالتعبان هذا، ما قلت لي انك بتروح؟ تعالي انت لو تبطلين القافة انا بخير، اهدي وسمعي للاخر. بس يقولك الورقة هذه، الورقة اللي عنده طلعت ورقة مو قانونية، ما لها أي صفة قانونية. ما فهمت. يعني أنا لا تنازلت لهم ولا شيء، وأي خير بيهم رد لنا. بل 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 عليك، أنا بليس يرفع لي القبعة؟ أنت بليس نفسه ما فكر نفس فكرتك. تربيتك بتي على الغداء؟ لا لا حبيبتي، أنا بس بمر عند عبد الرحمن هناك شوي، وأشوف أي شيء نقدر ناخذه من عندهم ناخذه. جزاك الله خير خيرين. إن شاء الله. يلا مع السلامة. هيا شلون تسكتين لها؟ شلون تضعفين قدامها كذي؟ أدري طول عمرها تغار منك، نسخة أمها وأبوها، ماكو فايدة. تحكي يقولي شيء.